ورجعنا لكم تاني في الفقرة الأخيرة. انضم إلي طبعا الكابتن محمد السبكي المدير الفني لمواليد 2000 بنادي زرع الرياض. أهلا وسهلا كابتن محمد. أهلا وسهلا. منورنا كوتش أوراقي. ومعايا اللاعب الجميل أدهم سيد همام مواليد 2000 بقطاع الناشئين بنادي زرع الرياض. أهلا وسهلا أدهم. أهلا بك. مبروك يا حبيبي يا عمي. ومعايا طبعا النجم أحمد رضا جلالة حارس مرمى مواليد 2005. أهلا وسهلا بك يا كابتن. عامل إيه يا حبيبي؟ حلو الحمد لله. ومعايا طبعا ولي أمر اللاعب أحمد رضا جلالة طبعا اللي طبعا يعني موفر كل سبل الراحة للولد، شايف إن إمكانياته كويسة وطبعا وراه في كل صغيرة وكبيرة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا كابتن. أهلاً الحمد لله والله بخير. الحمد لله. كابتن كلمني كده في البداية كابتن محمد عن طبعا أنت تاريخ طويل في تدريب وتسويق اللاعبين ايضا، عايزين نكلمك كابتن محمد على اللاعبين المميزين اللي طلعوا من تحت ايد كابتن محمد السبكي هذا الموسم. والله يا كابتن احنا الحمد لله عندنا طبعا يعني هتكلم على لاعب تمام ده ابني من ابنائي يعني اتربى معايا من هو عنده 7 سنين خد مشوار طبعا في الكوره، ده عادل ربيع موسى دياب تمام من اللاعب المتميزه مواليد 97 بدا مشواره بنادي المريخ البورسعيدي ثم الانتقال لنادي سموحه ثم تمام. بعد ذلك نادي الاولمبي ثم انتقل لنادي حرس الحدود والان طبعا في الفريق الاول لنادي بيلا. طب كويس. من اللاعب المتميز عند السيد منير انتقل من نادي المرفأ لنادي سيرس الليان في الفريق الاول عامل ماتشات كويسه الحمد لله يعني ده سيرس حاجه كويسه السيزون ده كويس لاعب دلوقتي ارتكازي موجود في نص الملعب اللاعب المميزه جدا يعني بفضل الله طبعا عندنا بعض بقى من اللعيبه الناشئين اللي انضمت لنادي فاركو منظومه طبعا محترمه كابتن احمد قنص طبعا كابتن احمد قنص وطبعا بحب اشكره من خلال البرنامج بحب اشكر طبعا الكابتن احمد الشاذلي ايضا انضم اليه من اللاعب احمد الضياسطي حارس مرمى الفريق 2003 واللاعب محمد سمير ايضا نادي بورتو السويس انضم اليه بعض من الاثنين لاعبين اللاعب مصطفى الحبشي واللاعب محمد مجدي شومان عندي محمود القناوي انضم النادي ابو قير الاسمده عند ايضا ده انت بسم الله ما شاء الله بقى حاجه جميله بقى خلاص انت هتاخد البرنامج اللعيبه مميزه عندنا البعض من اللعيبه عندي جمال يوسف نادي الترسانه عندي اسلام نادي العبور ربنا يوفقك يعني عندنا ما شاء الله بعض من اللعيبه ان شاء الله كده نشوف بقى الممتاز ان شاء الله عندي قبل ما نتفضل اتفضل طبعا احمد رضا من اللعيبه الحراس ما هنيجي لاحمد رضا ان شاء الله وعندي اثنين من اللعيبه المميزين جدا جدا امام احمد واشرف احمد دول من الاثنين لعيبه توام واثنين لعيبه مواليد 2005 لعيبه مميزه جدا 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 لكن حته بقى يعني الكابتن احمد لازم يتكلم عنها اكتشاف الموهوب اكتشاف الموهبه ده لعيبه موهبه عاليه جدا لكن الموضوع الجسم موضوع الجسم انا شايفه بقى في مصر حاجه يعني معظم المدربين عاد بيعترف بجسم اللعيب مش بموهبه اللعيب لا لازم الموهبه طبعا ادهم قول لي كده بدايتك في كره القدم يا ادهم بسم الله الرحمن الرحيم انا بدايتي كان في اكاديميه الكابتن وليد موسى في مركز شباب البجالي تمام وانتقلت بعدها البترول اسيوط من البترول اسيوط رجعت تاني مركز شباب البداري وبعدين الحمد لله ربنا كرمني وطلعت لمصر السلوم في اسكندريه ومن مصر السلوم ان شاء الله حاليا في نادي الزرقاء الحمد لله ربنا يوفقك يا ادهم باذن الله قول لي احمد رضا كده يعني لعبت فين بسم الله الرحمن الرحيم انا بدات في مركز شباب بلدنا الشرق تمام وانتقلت للكابتن محمد السبكي في اتحاد بطره تمام والكابتن محمد السبكي نزلني في بسم الله الرحمن الرحيم لعبت في المنصوره في طلائع الجيش لعبت في المنصوره ونزلت كابتن اتمرنت في طلائع الجيش اتمرنت في طلائع الجيش واتمرنت في بقول عليك حارس مرمى جيد بقى جدع كده ان شاء الله هذا الموسم باذن الله استاذ رضا يعني كلمني برضو عن يعني انت ماشي ورا الولد مقتنع بمستواه المهول لان كله بيشكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم بدايه يا احمد اللي اكتشفه في البدايه خالص هو طفل صغير كابتن محمد عبد الحميد اخو الكابتن تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك ايوه ابن قريتنا تمام خدت بال حضرتك فمن هنا بدا يكتشفه وقف جون كويس تمام طلعت وديته الحراس للمدربين حراس مرمى دربوه وبداوا يشكروا فيه جامد فمن هنا انتقلت للكابتن محمد السبكي ربنا يبارك في صحته يا رب هو بصراحه مش سايبنا في اي حاجه وشايف ان احمد موهبه كويسه والله هو اتكلم عليها بطريقه كويسه واللعب بمستواه في الملعب حاجه ممتازه ان شاء الله نروح نتمنى له التوفيق يعني هو وزمايله ان شاء الله ربنا يوفقه كابتن محمد بالنسبه لبدايه الموسم هل انت مع ولا ضد طبعا استئناف مسابقه الناشئين ده طبعا يا كابتن انا بتمنى استئناف مسابقه الناشئين طبعا احنا محتاجين بس الوقت مش ازف
يعني احنا شايفين الوقت ازف حقيقي. يعني لو هنستكمل يا كابتن، لو باقي طبعا 3 4 ماتشات لكل، طب مبدا موسم جديد بعد العيد وخلاص. لو انا بدات موسم جديد في شهر 8 في شهر 7 او شهر 8 ده طبعا تبقى فكره كويس، تمام، ما فيش فيها مشكله. يعني لو انا بدات الاعداد بتاعي بدري والفرق بدات تكتشف بعض العناصر اللي محتاجاها في الفرق بتاعتها، هنقدر ننجح ونشتغل على موسم جديد. بس اتمنى ان يكون موسم جديد يستكمل، تمام، ما يكونش فيه برضه مرحله تانية نعرف. واتمنى ان الدوري يبقى مرحلتين بعد تعديل اتحاد الكره، لان الفريق الناشئين هيلعب نفس طريقه الفريق الاول نفس الدرجه، دي كويسه، ميزه برضه، ميزه كويسه لبعض الفرق، تمام، ودي هتساعد على اكتشاف لعيب موهوب. يعني هيبقى في احتكاكات قويه داخل الملعب وهيقدر اللاعب يستفاد منها، تمام، وهيقدر المنتخبات بتاعتنا منتخبات الناشئين تبدا ان شاء الله يبقى في حاجه كويسه باذن الله، حاجه ايجابيه. ادهم قول لي كده، ادهم بالنسبه لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء، يعني انتوا عاملين صعدتوا قطاعات ولا قبل ما يقفل الدوري ولا ايه؟ الحمد لله، بس الدوري واقف حاليا، ما هو واقف. طب انت دلوقتي قول لي يعني قول لي كده، انت يعني طريقه لعبك تشبه مين كده في الملعب؟ نادي في نادي الاهلي. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. اهلاوي طبعا، ماشي يا عم ادهم، ماشي اهلاوي، كلكم اهلاويه ولا ايه؟ طب قول لي قول لي كده ادهم، طريقتك محمد شريف، تطلعاتك في الفتره القادمه ايه بقى ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا بنلعب في الدوري الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الدوري الممتاز باذن الله، هلعب في الدوري الايطالي في يوفنتوس. يوفنتوس حتى واحده كمان؟ يا ابو سهل الحال يا رب. ماشي، قول لي كده احمد الرضا بقى، انت يعني حابب ان انت تطلع زي مين؟ حارس مرمى مين بقى؟ زي ابو جبل. ابو جبل كويس، ابو جبل كده، عايزين تبقى زي ابو جبل كده بجد كده، نشوفه حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. وحابب تلعب في نادي ايه بقى؟ حابب العب في نادي برشلونه. برشلونه يا موسى الحال، احنا قدام بابا وقت يا موسى، مش بعيد على ربنا. محمد صلاح كان الدنيا معاه، ولكن ربنا يوفقهم. حابب تشكر مين بقى في المجال كابتن؟ اولا الشكر موصول، اولا الشكر لله ونعم بالله، ثم لوالدتي الحاجه هي الخير والبركه، ثانيا كابتن محمد عبد الحميد اخو كابتن تامر حميد لاعب الزمالك، تمام، ابن بلدنا، تمام، كابتن محمد السكي، تمام. حابب تشكر حد تاني؟ الشكر لله وحده ونعم بالله. كابتن محمد حابب تشكر مين في قبل؟ والله طبعا حابب اشكر طبعا من المنظومه المحترمه اللي شغاله معايا في اتحاد بطل، حابب اشكر طبعا الكابتن عصام عبد الهادي، اخ كبير طبعا ومدرب من المدربين المجتهده اللي بيقدم خدمات طبعا للعبة متميزه، ايضا معايا الكابتن حماده المحلاوي، تمام، بعض من المنظومه، لان نتمنى ان شاء الله نكون مكملين ان شاء الله باذن الله وخرج نشئ كويس الفتره الجايه. ادهم حابب تشكر في الختام بقى؟ انا احب اشكر طبعا والدي ووالدتي، تعبوا معايا كتير، واخواتي طبعا واصحابي كلهم يعني بيوقفوا جنبي وقبل كل ماتش بيكلموني والدنيا دي، والكابتن طبعا احب اشكره جدا جدا، واقف معايا كتير كابتن وليد موسى والكابتن محمد الزعيم طبعا واقفين معايا كتير، واحنا برضو بنشكرهم برضو. كابتن وجدي كمال، يعني الناس دي عليها فضل كبير عليا، والكابتن محمد عبود، يعني الناس دي عليها فضل كبير جدا عليا، وربنا اكرمهم. واحنا طبعا بنشكرهم من خلال البرنامج. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيوفي الكرام الحلقه، طبعا برنامج ملاعب بلدنا، بحب اشكر طبعا ضيوفي الكرام، ان شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 11 مساء، وبرنامجكم برنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.